هلا يا ابني انت اهو. انا مش عايز اشوف ريشه حمامه هنا. تعمل ايه والله يا شيخ بيوتكم؟ انجز يا خلص يا ابني. بتعمل ايه يا خداع؟ بتقل ادبك اسيح لك دمها. ياخذها انت هتسيح وراها وتروح. ياخذها انا عملت فيك ايه؟ ده شهر عمري يا خزاع. انجز يا انت وهو عايزين نخلع من هنا. بتكسر يا عم خزاع. ابوس رجلك يا خزاع وعيط كانت يا خزاع. بلاش ريتا، مش هي دي وصمة عاري اللي انتوا راكبيني بسببها كلكوا؟ لا خلاص مبقاش لها معزة عندي. يلا يا ابني انت وهو ده شقة عمري يا خزاع. شقة عمري. عز لحمدي اشتري اللي باقي من كرامتك وعز من هنا. يلا ده انت وهو الحمام. اوعى الحم الوش. يلا بس يا خزاع ابوس رجلك يا خزاع. كفايه عز الحمد. عز ان انا حمد وافهم. عزل من هنا يا حمدي. افتح يا دي السلك. افتح هذا السلك. لا مش عايز حمام هنا. انا عارفه معز السلام الله يرحمه عندك عشان كده جيت لك. وانا كمان عرفت ان انت شهدتي عليه بعد ما مات. دي حكايه طويله قوي يا فوزي. مهما حلفت لك ان انا مظلومه مش هتصدقني، لكن لو ساعدتني هتعرف ان انا مظلومه. ماشي يا سلطان، وانا تحت امرك، ولو احتجتني في اي حاجه انا موجود. ده ورق اصلي طالع من الحكومه، اسم الراجل ده. عايز اعرف كل حاجه عنه. سافر امتى؟ رجع امتى؟ بيشتغل ايه؟ يوم بيوم. وما تقلقش من المصاريف، انا هدفعها. الموضوع مش موضوع مصاريف. مقضيه باذن الله. وفي حاجه تانيه عايزك تساعدني فيها. امال ايه؟ البنت بنتي مش لاقيها بدور عليها. ممكن تساعدني؟ كتر خيرك. انا ما قلتلوش حاجه، هو اللي اتحرك لوحده. بس حمدي كده هيتجنن. اقول لك الحق؟ قول. يا كشيه ولا حاجه، الواد ده قال لي ادبه. لا بقى انا عارفه اقول لك ايه. بين حمدي ده اتجنن على كبر. كريمه انا عايز خزاع ما يعملش مشاكل اكتر من كده. كلميه. لا يا اخويا خزاع مش هيسمعني، كلمه انت. ماشي حصل. قولي لي بقى اخبار شغلك ايه؟ هم يا اخويا بياخدوني من هنا يحطوني هنا وانا عامله نفسي فاهمه كل حاجه. على وتكاكيك بكره تفهمي وتدوري الشغل ده كله وصباع رجلك. قول ان شاء الله يا رب. يا مجدي جيت في وقتك، احنا كنا بنتكلم في الشغل. وانا كمان جاي اتكلم في الشغل. اتفضلي اتفضلي يا اخويا. المكان ده هنا بقى هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه.
طباخين، على شايلين، على بوابين، على ناس تتخان، ودول بقى لا يقول لك امي عيانه ولا مراتي بتقولي. سوبر ماركت يعني؟ نقي وشيل عمور. يا ابن العفريته، وانت عرفت المكان ده منين يالا؟ عيب عليك يا بنت، جوزك عمور. بس المكان ده كله يا اخويا رجاله، لا ما فيه نتش. يعني يا اختي كلهم عزار؟ ما اكيد كلهم شبه بعضيهم وكلهم في بعضيه. بص احنا محتاجين عمال، بتوع امن، ستات بيشتغلوا في البيوت، كل حاجه يعني. بس اهم حاجه عندي ورقهم عامل ازاي؟ خروج على لجوء على هجره، كل اللي قلبك حبه يا باشا. تمام. المكان عجيب قوي. يا نهار اسود. معلش يا حمدي حرك عليا، انا مش عارفه اقول لك ايه. هتقولي في ايه؟ تقولي ايه بس يا سلطان؟ صورة احمد ابويا اللي قتله ده، انا جمعتهم بطفح دمنا سلطان. وبعدين الواد بقى هيفضل طايح فينا لحد امتى؟ قريب قريب قوي هنخلص منه اوعدك. وهذا اللي هو ايه؟ امتى يا سلطان؟ ايه ده يا حمدي؟ كل حاجه هترجع زي الاول واحسن. ترجع ازاي؟ ترجع ازاي ومنين؟ معلش منين يا سلطانة؟ صورة أحمد أبويا اللي قتله. تتكلمي جد؟ آه جد. بص يا بنت الحلال، أنا مش هكدب ولا هحور على حد بعد كده، حواراتك دي بره عني. انت في ايه يا سكر مالك؟ ما تظبطي. وبعدين فيها ايه؟ ما انت ماشيه 24 ساعه تحوري على نفسك. بقول لك لعادل وكريمه وابويا وامي مش راح مني، كل دول بقى كوم عارفه ماين اموري معاهم، وامك كوم تاني خالص، صعبه قوي، ما انت عارفاها. بقول لك ايه، انا لا عايزه اعرف حاجه عنها ولا اسمع حاجه. لا يا ضاي، انا لازم ابقى خلصت ذمتي. انت ايه الافوره اللي انت بقيتي فيها دي يا بنتي؟ يا ضاي اسمعيني، انت عمرك ما كنت كده، حرام عليك امك دي، ولا بتنام ولا بيخش بطنها الزاد، ما بتعملش حاجة غير إنها بتلف حوالين روحها، حتى الجامعة ما سابتهاش، راحت وسألت عليكي. أحسن خليها كده تلف حوالين نفسها. أقول لك على حاجة، مش داخلة الامتحانات السنة دي، ويلا بناقص سنة. في إيه يا ضاي؟ يا ربي عليكي، متهدي كده شوية ولا أنت عاجبك العك ده؟ عاجباكي العيشة دي؟ دي مش عيشتك يا ضاي، حرام عليكي أمك هتتجنن. طب خليكي معانا يا مرهفة، لما سألتك قلت لها ايه؟ قلت لها اللي اتفقنا عليه طبعا، بس طبعا ولا صدقتني بنكلة. الله يخرب بيتك، ده مش بعيد تكون ممشية حد وراكي دلوقت. اتوكسي، يعني الست غلبانة فيها اللي مكفيها. اه يا ضاي، امك تعبانة يا ضاي، وتعبانة قوي كمان. كلميها، ورحمة خالك اللي قلبها محروق عليه ده لا تكلميها، طمنيها حتى انك كويسة. ما موبايلك بيرن، رقم غريب. الو الو ضاي، انت فين يا بنتي؟ تكلمي منين؟ مش مهم، انا بس قلت اكلمك اقولك ان انا كويسه مش اكتر. طب الحمد لله، انا بس قلت اطمنك. اطمني ازاي؟ انا من ساعه ما خرجت وانا ما بنامش يا ضاي، حرام عليكي. الحمد لله على السلام. غصب عني يا بنتي، والله العظيم مش بإيدي. وسلام برضو لما شهدتي عليه زور ما كانش بإيدك. لما أشوفك هفهمك. أنا مش هرجع يا ماما. لازم ترجعي. أنت قاعدة مع مين؟ أنت مع جو؟ لا يا ماما. طب عشان خاطري ما تخليش الزعل بيني وبينك يخليكي تغضبي ربنا وتشوهي سمعتك.
سمعتي؟ لا ما تخافيش. طب قولي انت فين؟ وانا وحيد جبر مش هجيلك، بس طمنيني. ماما انا لازم اقفل دلوقتي، وما تخافيش من فتره للتانيه كده هبقى اكلمك اطمنك عليا، ويا ريت ما تحاوليش توصلي لي عشان مش هتعرفي. طب استني انا عايزه اتكلم معاكي. سلام يا بابا. يا ضايم.